بسم الله الرحمن الرحيم. ارتأيت الله باش نوجه واحد الرسالة ديالي كرئيس منتدب سابق في عهد مكتب اسعاف وكمنخرط حالي، ولكن هذه الصفات كلها ما كيهمونيش، اللي كيهمني هو فريق النادي القرنيطري. ولكن المرحلة اللي كيجتازها دابا النادي القرنيطري من ناحية النتائج، نتائج إيجابية ونتائج اللي ولات كتنعش في الجمهور وتيبان له الحلم ديال الصعود. ولهذا ارتأيت ان اوجه الرساله ديالي لكل من بلعيد كروم، عبد الودود، زعاف، باش ينساو الخلافات جانبا. رسالتي الى عبد الودود زعاف انه يتحلى بالصبر وانه يدير مصلحه النادي القرنيطري هي اولا، ويلتقي بالسي بلعيد كروم ويتحاوروا بعضياتهم ويلقاو واحد الصيغه لطرد الطرفين باش ما تاثرش على المسار ديال النادي القرنيطري. لان النادي القرنيطري من الناحيه التقنيه انه هذا الموسم انه في يحصد نتائج ايجابيه، ولهذا دابا بقاتنا غير السرعه النهائيه للنادي القرنيطري. الا بدا التشويش ولا بداو الخلافات اوتوماتيكيا غادي ياثر على اللاعبين وعلى الاطر التقنيه. وبما ان الفريق انه يحتل المرتبه الثالثة مع المغرب الفاسي على ما اظن ب 36 نقطة، 36 نقطة، ما علينا كلهم اننا ان نتجندوا وراء الفريق ونساندوا السي بلعيد كروم في هذه المرحلة. المرحلة اش باقية فيها؟ باقية فيها شهر ولا شهر ونص اللي باقية فيهم، ومن بعد نسالي المرحلة نتمناو ان نشوفوا المكتوب ديالنا في كاين، وديك الساعة نجلسوا نشوفوا الامور ديال الكاك. ولكن لهذه المرحلة اناشد عبد الواد الزعاف انه يتريث ويلتقي بلعيد كروم ويناقشوا الخلافات ديالهم. وانا ما كرهش يديروا يد في يد، النادي القنيطري خليوا الخلافات يديروا يد في يد، وانهم يسيروا حتى تنسالي البطوله ديال القسم الوطني الثاني، وديك الساعه يكون خير ان شاء الله. كتهمنا هو مصلحه النادي. كاين حكم ما كاينش حكم، كاين المسائل، كاين الحوار طابله، نجلسوا الارض ونناقشوا، لان كاين مسيره النادي القنيطري هي فوق اعلى من هذا الشيء اللي كاين. ومن بعد الحكم اللي ما نفذوش دابا ينفذوا، من الشهر اللي ما نفذوش، وربما نلقاو شي صيغه. عبد العزيز الزعاف واش باغي؟ كيقول بغى فلوسه. بغى فلوسه. الا مشينا بهذه الطريقه بغى فلوسه. ونجمعوا ونتافروا كنا ونديروا ليه محضر ونشوفوا المسائل اللي هي من بعد خبير محاسباتي ونشوفوا المسائل اللي ديالو ونعطيوها له. لان النادي القرنيطري دابا مرحله خصها موارد ماليه. كما تنقولوا حنا دابا فلانين دروات. لانين دروات صعيبه، فهمتيني؟ ها؟ خص يكون عندك الفينيش. وكيفاش انت بغيتي تعطي هاد المنح للاعبين؟ كيفاش غادي تموتيفيهم؟ كيفاش غادي دير لهم؟ وانت داخل في واحد المنافسه فيها اربعه الفرق او خمسه ديال الفرق. ها؟ دونك الانسان خصو يتريط ويتمعن ويدير مصلحه النادي فوق كل شيء، ويجلسوا بعضياتهم ويظهر لي الا كانت نيه حسنه من الطرفين. راه مشكل كيتحل في واحد جوج ولا ثلاثه السوايع. ها؟ هذا الشيء اللي تنتمنى، ونتمنى انهم يسمعوا الكلام ديالي. وهذا الشيء راه قلت لهم مباشره، راه قلت انا هضرت مع الزعاف وهضرت مع السي بلعيد كروم.